الذي اختار لك هذا القدر وهذا الألم وهذه المصيبة؟ الله عز وجل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كل هذه الآيات للصابرين وللصابرات،